عنا قدها ان شاء الله. تاخرنا يومين ما تكلمنا، اللي جاء على هرتب امور ان شاء الله بكره بنبدا بها. انتم كلكم سفراء معنا، الكلام لكم والكلام الاكبر للي خلف الشاشات، اللي كلنا واقفين على كف واحده وعصا واحده عشان نوصل الرساله لهم ونخليهم يبادرون، لان احنا مطلعين على بعض الامور. على لليتامى وللرامل وللمساكين، بادروا يا اخوان، الشيء ذا لكم انتم هو لنا. احنا من محبتنا نعلمكم ونبلغكم ونحرص عليكم، نبي الخير لكم انتم مثل ما احنا نبيه لعمارنا. ورد الحديث ان لا يؤمن المؤمن حتى يحب الاخير ما يحب لنفسه، فاحنا نحب لكم ما نحب لنفسنا. بادروا قبل ان تغادروا، استعجلوا الخير، ترى ما فيه مشكله ان بادرت بالقليل، القليل يجيب الكثير، القليل يسوي الكبير، والله يبيض وجهكم ويطول عمركم. وعند اخوي خالد عبيد كلمه. لا انت يا ابو سويد، احنا وجودنا هنا مجرد تذكير، ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، نذكر عمارنا قبل نذكركم. ندري ان كلنا مقصرين في صلواتنا، في في في, في ذكر الله، في في كل شيء، في كل العبادات. لعل الصدقه هذه تعطي شيء من التقصير، تغطي شيء من التقصير. تاجروا مع الله، التجارة مع الله هي التجارة اللي لن تبور. الصدقة تضبي غضب الرب، داووا مرضاكم بالصدقة، فضائل الصدقة تعد ولا تحصى. فاحنا جايين هنا من باب التذكير، أما السفارة فإن شاء الله كلنا سفراء، لا المتسابقين ولا الإدارة ولا المشاهدين. هذا اللي عندنا، والله يجزاكم خير.